لكم من جديد. منذ شهور كان معي دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، واقترح من بين اقتراحاته لمواجهة يعني نقص النقد الأجنبي إنه البنوك تفتح الباب، يعني إذا كان معاك دولار ورايح تودعه في البنك فالبنك يقبله بدون يعني كل هذه الإجراءات اللي كانت فيها تعقيدات بتخلي الناس ما تقبلش. وقتها أنا قلت له لكن في اعتبارات أخرى كثيرة، مش مجرد إن أنا معايا دولار أروح أحطه في البنك وخلاص والمسألة تمشي. فوقتها كان شايف إنه أيا كانت هناك يعني اعتبارات أو نوع هذه الاعتبارات، لكن الوضع الاقتصادي أحيانا بيقتضي إجراءات استثنائية. النهاردة بنلتقي معاه بعد أيام من قرار البنوك إنه اللي عنده دولار يجي والناس مش هتقول له أنت جايبه منين. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مصطفى محمد. أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. أنت فاكر حضرتك طبعاً. هذا الحوار اللي دار بيننا وقتها. بعد هذه الشهور القرار اللي أنت كنت بتوصي بيه صدر، هنستفيد منه إيه؟ وإزاي يعني نستغله استغلال جيد يعني انه يبقى خدنا قرار وليه عوائد ايجابيه. تمام، خلينا اقول لحضرتك في البدايه ان طبعا طرح الشهادتين الثلاث سنوات بالدولار 9% وبتصرف مقدما بالجنيه المصري، والشهاده الثانيه برضه ثلاث سنوات بتصرف كل ربع سنوي بالدولار. طبعا ده هيبقى نوع من ادوات السياسه الماليه ان هي تجتذب التحويلات المصريين في الخارج اللي تم تغيير مسارها خاصة بعد اتساع السوق الموازي، وزي ما حضرتك ذكرت في السابق ان في سوق رسمي ب 31 وسوق تاني بيتعامل في الدولار بيتراوح ما بين 37 ل 40، وكل صناعة كمان داخل السوق بتقوم الدولار على حسب مدى الطلب المقبل عليه. فاحنا ما عندناش سعر واحد. لا عندنا سعرين. ده هيؤدي الى اجتذاب المليارات اللي خرجت، لان احنا اخر اعلان من تحويلات المصريين في الخارج خلال التسع شهور ل 22 23 17.5. نفس الفتره دي من يوليو لمارس 21 22 كان 23.7. احنا بنتكلم في حوالي يعني 6 تقريبا 6 مليار جنيه تحول مسارهم وراحوا فين؟ سوق موازية السوق الموازي. طيب الشهادتين دول اتطرحوا في التوقيت ده بحيث ان يعيد إعادة مسار هذه الأموال للقنوات الرسمية في الجهاز المصرفي. وبالتأكيد المواطن هيستفيد، لأن أنت لما بتصرف يعني بتعتمد الشهادة ب 9% أنت بتصرف 27% اللي هم بتوع الثلاث سنين مقدما مرة واحدة، معاك حصيلة عندك سيولة تقدر أن أنت تشتري أي حاجة من متطلباتك. فبالتالي دي أداة من أدوات جذب العملة الدولارية. طبعا الدولة ما نقدرش ننكر خلال الفترة الماضية برغم الأزمة اللي إن حصل نوع من أنواع تطور ملحوظ في المصادر الدولارية الرسمية للدولة المصرية. احنا بنتكلم على خمس مصادر دولارية. احنا بنتكلم على صافي الاستثمار الأجنبي وصل ل 7.9 مليار دولار، وده رقم في ظل الأزمة دي محترم جدا، لأن ده يعتبر المركز الأول على شمال أفريقيا وفقا للتقرير الصادر الخاص بالاستثمارات الأجنبية للتدفقات في أفريقيا. عندي إيرادات قناة السويس زادت ووصلت ل 9.6 مليار دولار، فده تطور ملحوظ بالنسبة لإيرادات قناة السويس وسمعة الملاحة المصرية. مصرية صحيح. عندي إيرادات السياحة تأثرت في الماضي بجائحة كورونا وما تلاها من تداعيات، ولكن قدرت ان هي تستعيد بعض عافيتها ووصلت ان هي تحقق اكتر من 10 مليار دولار. عندنا الصادرات المصرية وصلت ل 52 مليار دولار. اذا احنا عندنا المصادر بتاعتنا بتتنامى، ولكن رغم الأزمة احنا عندنا أزمة في تكوين الدولار لاعتبارات تانية. في اعتبارات خارجية خاصة زي ما قلنا تعديل مسار الدولار من تحويلات المصريين. تحويلات المصريين صحيح. وكمان التضخم ومعدلات التضخم اللي بقت موجودة في الاقتصاد العالمي، واحنا شاهدنا الفدرالي الامريكي 12 مرة او 11 مرة رفع الفايدة لغاية ما وصل ل 5.5%. طيب مع كل رفع
رفعوا البنك الفدرالي الامريكي كان بيأثر علينا فيما يسمى بالاموال الساخنه اللي خرجت، وده اثر معانا في السيوله الدولاريه اللي وصلت ل 22 مليار دولار. الصندوق دلوقتي بقاله فتره بياكد على البنوك المركزيه حول العالم بالاستمرار بسياسه التشديد النقدي، بمعنى ان هي ترفع المهمه الرئيسيه الاساسيه للبنوك ان هي تحجم وتسيطر على التضخم. طيب عاوزين ندي لمحه على الاقتصاد الامريكي وارتباطه بالقرارات اللي دخلت، خاصه ان احنا عندنا يوم 3 اغسطس تاثيره اجتماع للجنه لجنه السياسه، واحنا من ايام الفدرالي الامريكي رفع الربع في المية فبقى 5. احنا هنيجي الاجتماع ده صحيح، لكن يعني القرار الامريكي هنا وتاثيراته. طيب هو هنا في امريكا بيعتمد على ايه في سياسه الرفع لسعر الفايده؟ بيعتمد على بيانات البطاله ومؤشر اسعار المستهلكين اللي بيسمى السي بي اي. بيشوف مؤشر الاسعار اللي المواطن الامريكي بيشتري بيها السلعه بيرتفع ولا بيحصل له ثبات ولا بيتراجع. عندي المؤشر الخاص بمعدل التضخم تراجع وصل ل 3%. تمام. في التقرير السابق كان 3.2، معنى كده ان التضخم ابتدى يتراجع بطريقه طفيفه. عندي بيانات التضخم، بيانات البطاله. كان معدل البطاله 3.7، تراجع ل 3.6. ده معناه برضه إيه؟ تغير طفيف بس يعني في ده مؤشر على ايه؟ ان في زياده في الانتاج، وبالتالي عن المقابل بتاعه وفر لي وظائف، قللت في معدل البطاله. طيب احنا هنا ارتبطنا ايه بالقرارات دي؟ كل ما بيرفع سعر الفايده معدل التضخم اللي موجود، رئيس الفدرالي الامريكي اوضح ان احنا لسه قدامنا يعني طريق عشان نوصل للمستهدف اللي هو 2%. ده معناه ايه؟ يدي الاشاره ان لسه من المتوقع ان يكون في رفع زيادات للفايده، سعر الفايده الامريكيه. ده التقارير دي المحللين او صانع السياسه النقديه في الدول عموما بتتابع ده، وبتقدر تشوف بقى الواقع عندها، هل اقدر ارفع ولا اقدر اثبت. طيب في الواقع المصري احنا عندنا معدل التضخم اللي طالع من جهاز الاحصاء وصل لكام اخر تقرير؟ 36 يعني قريبين. الاكبر منه بيبقى البنك المركزي 41 بيزود شويه. الاختلافات في الاول. معلش في الحكايه دي عاوزك تشرحها للساده المشاهدين. طيب. لانه الاحصاء بيطلع نسبه، تمام، بيقول ان التضخم 36 وكسر، لما يجي المركزي يطلع النسبه بتاعته في التضخم فتوصل 41. تمام. ايه الفرق؟ عشان لانه ناس يقول لك ايه، انت عارف المواطن بياخدها يا جماعه ارسلكم على هو التضخم 36 في دقه البيانات او طريقه الحساب. قول لنا ايه الفرق. طيب. مبدئيا كده الجهاز المركزي لما بيعمل التقرير ده بيعتمد على 200 باحث بينتشروا في كل ارجاء الجمهوريه، وبياخدوا في حسبانهم 1200 سلعة وخدمة. وبيشمل التقرير ده المدن والريف. وبيقدر بعد كده يطلع شامل كل السلع، 1200 سلعة في المدن والريف، وبعد كده بيطلع الوزن النسبي وبيقدر يطلع منه معدل التضخم اللي هو 36%. تمام. ليه بقى بيفرق عنه البنك المركزي؟ في مركزي بحوالي 5. لأن أول اختلاف هو بياخد معدل التضخم أو الأوزان النسبية في المدن بس. مش في المدن والريف. طيب تاني حاجة ان انا عندي اسعار متغيرة زي الخضروات والفواكه، فدي كل يوم او كل تقريبا 3-4 ايام ليها اسعار تانية. فهو عشان يقدر يكون ادق في الرقم فبيستبعدها. حاجة تانية الاسعار الادارية اللي هي الخاصة باسعار الغاز والبترول والكهرباء. دي طبعا اسعار بتبقى من الحكومة، فكده كده لو زادت كده كده المواطن بيلتزم بيها في دفعها، فبيشيل الجزء ده وجزء الفواكه والخضروات، عشان كده الرقم بيكبر لان عدد السلع بيقل. فالوزن بيكبر. يعني انا هنا الرقم بتاع الاحصاء صحيح والرقم بتاع البنك المركزي صحيح، انا بشوف هو بيقيس بناء على ايه بالظبط. تمام. مفيش تناقض يعني. في النهايه البنك المركزي بياخد التقرير اصلا بتاع الاحصاء يشتغل عليه، بيشتغل منه، هو ما بيعملش تقرير منفصل. فالاثنين مرتبطين. فالاثنين صحيح. طيب نرجع ليه الفكره بقى، انه القرارات كنا بنتكلم على القرارات الامريكيه وتاثيرها
على على عندنا هنا، لانه احنا الرفع اللي تم ده وانت عارف ناس كتير بتحاول يعني تجتهد طبعا في مساله فيما يتعلق بالتعويم وما يتعلق بانه انت تتوقع ايه في هذا الملف تحديدا؟ بص انا هقول لحضرتك، انا تعرف اتوقع الناس حاطه مواعيد، حاطه مواعيد، المواعيد دي تقريبا محطوطه بقى لها اكتر من شهر فات، حاطه يعني كان مواعيد تقريبا بيقولوا بعد العيد او قبل العيد. فقول لنا يعني ما ترى. طيب احنا دلوقتي لما قلنا معدل التضخم 41% بتاع البنك المركزي، عشان احنا هنشتغل في السياسه النقديه التابعه للبنك المركزي. طيب في ظل ارتفاع التضخم العالي ده اللي موجود، لابد ان هو يرفع الفايده تاني بمعدل 1%، ده توقعي، لان لابد ان انا احاصر التضخم. عندي مشكله تانية، لازم يرفع بنسبه 1%، لازم يرفع اللي هو في اجتماع يوم 3، هو لغايه دلوقتي هو 19.5، تمام، يرفع 1% يبقى 20.5. ده متوقع، ده اللي المفروض يحصل في الاجتماع بتاع 3 اغسطس المفروض. ليه؟ لان انا عندي معدل تضخم بقى الاعلى في تاريخ الاقتصاد المصري، ما احنا ما وصلناش لل 41، فانا لازم احجم التضخم. بس عندي اشكاليات تانية، ما هو المشكله مش في الرفع بس، انا عندي اليات سوق، انا عندي تجار، انا عندي سيطره رقابيه على الاسعار، ممكن زي ما اي شركه بتنزل اسعارها، ولكن في بعض التجار بتستغل الازمه دي في رفع اسعار مبرره، فده غير مبررة طبعا، فبتخلي المشكلة بتزداد سوء، وبتخلي الرفع 1% ده ممكن يفقد تأثيره، ان هو ما يؤديش للمستهدف. احنا محتاجين شغل بالتوازي عشان نقدر نحل المشكلة الرئيسية اللي عندنا، اللي هي نقص العملة الدولارية. دي اعتقد دي مشكلة المشاكل، دي مشكلة العمود، او دي اذا جاز التعبير يعني دي مشكلة في العمود الفقري بالظبط كده. احنا دلوقتي عندنا الدولة شغالة على الطروحات الحكومية، شركات، ووصلنا لمليار و900 مليون بالظبط، المفترض وفقا للمؤتمر الصحفي اللي اعلنه الدكتور ان هيكون في مليار دولار في اغسطس، وفي حصيلة تانية هتخش في اكتوبر. طيب طبعا عشان برضو نأكد ان دي مش بيع لأصول الدولة، دي حصص شراكة بنسب، والمستثمر الاستراتيجي ده يعني معناه ان انا اللي هيجي لي ده يكون فاهم في الصنعه او في القطاع اللي هيستثمر فيه عشان يقدر ينميه ويبقى فاهم ادواته، ما ياخدوش ويبقاش عنده خلفيه فايه يتراجع الاصل او يحصل فيه اي مشكله او يتراجع في قيمته. فمعنى كلمه مستثمر استراتيجي ان هو لازم يجي يكون بالبلدي كده ابن القار اللي انا هشتريه. الاصل اللي اشتراه هو المفروض ينميه بالظبط، لان هو هيضخ فيه استثمار بالدولار، وبالتالي هيضخ فيه تكنولوجيا اعلى، وبالتالي هتكون فيه معدات اعلى تزيد من معدلات الانتاجيه، ده هيفيد طبعا في معدل البطاله اللي مازال ثابت بقاله فتره على 7.2، ده معناه ان احنا الحمد لله ان معليش يعني معنى كده ان ما فقدناش وظايف، ولكن احنا محتاجين ان يكون الرقم ده بيتراجع عشان نقول ان فعلا في خلق وظايف من خلال الاستثمارات اللي بتيجي. هو المعيار الاساسي لجوده اي استثمار في العالم هو قدرته على اتاحه وظايف بالظبط، والاستدامه في التشغيل، تمام، فاهم كل مكونات واليات الصناعه اللي بيشتغل فيها، لان ده هيصب عندي في اكتر من حاجه، زي ما قلنا لحضرتك اول حاجه هيزود الناتج المحلي الاجمالي، يعني هيزود لي معدل النمو، هيوفر لي وظايف، يعني هيرجع لي معدل البطاله، كمان هيساهم معايا في زياده الصادرات، اذا كان بيشتغل في صناعه بتتوجه للصادرات فده هيفيدني في الهدف الاسمى اللي عندي ان انا عشان اوصل ل 100 مليار دولار، وده هيسهل عليا في ان التدفقات الدولاريه تكون ازيد، وبالتالي ده الشق الاولاني بالنسبه لبرنامج الطروحات الحكوميه. تاني شق ان احنا لابد ان يكون في حوافز للمصادر الدولارية اللي موجودة عندي، يعني لازم ننمي أو يعني نقدم حوافز أكتر في موضوع شركات السياحة. الثقافة السياحية لابد أن يكون في استراتيجية مختلفة عن ما بيتم تطبيقه خلال السنوات الماضية عشان أقدر أغير الفلسفة في التعامل حتى مع السايح وشركات السياحة لما بتخاطب الشركات بره. تاني حاجة إيرادات قناة السويس، ان هي تقدر تستغل ده
في ظل المتغيرات الاقتصادية والمواني واضطراب سلاسل الإمداد اللي موجودة حاليا، إن هي تقدر تقدم حوافز سعرية في ظل التضخم اللي موجود ده، تقدر تجتذب العديد من السفن وبالتالي هتزيد حصيلتها الدولارية. ففي أكتر من معيار نقدر نزيد منه تزود حصيلة الدولارية. طيب أنا عايز أتوقف، يعني أخد الكلام الاقتصادي العلمي المنضبط، لأنه بعد القرار بتاع الشهادتين اللي هو أنت تروح تحط الدولارات بتاعتك وتاخد الفايدة مقدما بالجنيه، ناس قالت ده ما ينفعش يحصل يا جماعة، ويعني إيه إن أنت تقول له تعالى حط الفلوس ومحدش هيسألك. بعض الناس اكيد حضرتك سمعت هذا الكلام طبعًا. يعني اكيد طبعًا. فمساله هذا القرار او هذا الاجراء الى اي مدى منضبط والى اي مدى مفيد والى اي مدى هو في عرف الاقتصاد عادي؟ طيب وانا هنا بسال لانه انا سمعت هذا الكلام، ناس كانت معترضه وتقول يعني احنا ده ما بيحصلش والى اخره. هو في علم الاقتصاد في دايما بتبقى استحداث لبعض الطرق في التعامل الآليات مع السياسة وطرح أنواع جديدة من الآليات. لأن طبعا إحنا كلنا في علم الاقتصاد ارفع الفايدة يرجع التضخم. ده بيحصل؟ لا ما حصلش. فمش كل نظرية ممكن تتطبق تنجح في كل الظروف بالظبط كده. ليه؟ العوامل المحيطة بالتأثير على نجاح القرار ممكن تكون مختلفة من دولة لتانية. فده هنا بيبقى فيه يعني اختلاف. لكن لما نيجي نقول ان احنا طرحنا شهادتين وهديك المقدم بتاع الثلاث سنوات دلوقتي، هي محتاجه بعض الوقت عشان يتبني جسر من الثقه ما بين الفرد اللي هيتعامل مع الجهاز المصرفي، بحيث ان هو يجرب ممكن في مبلغ صغير فيلاقي الموضوع فعلا حقيقي ما تسالش على حاجه، فبتدي كده يبتدي يفكر ان هو يطلع. لكن انا في اعتقادي ان هو هيكون انجاز كبير او هيلم حصيله كويسه للبنكين، بنك الاهلي وبنك مصر، لكن بالنسبه لمتطلبات الدوله ممكن يساهم بشكل طفيف. لكن طفيف لان احنا عندنا ده الشهادات دي، ده الاثر بتاع الشهادات بالظبط. يعني زود الحصيله الدولاريه في البنوك. لكن بالنسبه للنظره الكليه للاقتصاد المصري واحتياجاتها من الدولار ممكن يساهم بشكل بسيط، لكن ما يحلش أزمة في الأجل المتوسط. ليه؟ لأن أنا دايما في عجلة الاقتصاد أنا محتاج تجار ومستوردين عاوزين دولار. بالظبط. فأنا هعمل إيه؟ هستنى البنك لما يوفر لي، ولا هتجه إن أنا أوفر من مصادر أخرى؟ من السوق السوداء. لأن أنا مرتبط دلوقتي، ممكن يكون مرتبط على طلبيات، مرتبط ب فانا هروح للي هيسعفني بالظبط. فهنا انا بفكر زي اي مواطن بس من نظره اقتصاديه، هو انا الشريحه اللي انا مستهدفها في الشهادتين مين؟ افراد اللي هم التحولات المصرفيه في الخارج عشان اعوض الستة مليار اللي فقدتهم في 9 شهور، وده مسار معتبر يعني طبعا مهم جدا طبعا، ولا ايه؟ ولا انا ببص للناس اللي ممكن تكون معاها دولارات من أنشطة أخرى ومدكنينها يعني وسايبينها بره. فهل الخطاب هنا موجه ليهم ولا الخطاب موجه للتحولات المصرفية في الخارج؟ اللي هيقدر يعني يجاوب على السؤال ده خلال الفترة اللي جاية، لما البنكين يقدروا يقولوا لنا أو يعلنوا عن الحصيلة خلال مثلا الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني ده ما حصلش لسه، لأن هي لسه متطبقة تقريبا بقالها يومين. فاحنا محتاجين، فهيبان من تأثير من القرار النتيجه. بالظبط كده. زي ما كنا بنشوف في الشهادات اللي هي كان مثلا كل يوم يطلع يقول لك ان النهارده حصيله شهادات كذا. بالظبط كده يا دكتور. طيب في مقابل الحملات اللي بتخوف الناس، يعني حضرتك قلت انه ممكن انا يبقى في معاك دولار مثلا فتروح تجرب بحاجه معينه فهو ما سالكش، فده يكون جزء من بناء الثقه اللي بالزبط. يمكن مهزوزه شويه. طيب في مقابل حملات التخويف، ناس بتخوف وحضرتك اكيد راصد، بتخوف يقول لك لا ما تروحش، في مشاكل، في خطر، مش عارف ايه بتاع، ما تروحش. ايه الفايده اللي ممكن تيجي بقى عليا؟ يعني انت قلت انا الحصيله الدولاريه هتزيد في البنوك، لكن يمكن تاثير ده على الحركه بتاعت الاقتصاد العام مش هتبقى كبير، لكن انا كمواطن يعني اذا جاز تعبير، لو قلت لك نشجعه بايه؟ بحاجه حقيقيه.
بحاجة حقيقية. هو كده كده لما هيروح يستثمر في الشهادة دي هياخد الفلوس، فيبقى معاه سيولة كبيرة جدا ممكن في الشغل العادي او دخله ما يقدرش ان هو يتحصل على المبلغ ده مرة واحدة، يقدر ان هو يشتري عقار، يشتري سيارة. بس المشكلة ان انا متخوف من تأثيرها على ان في سيولة نزلت تاني السوق ممكن تأثر على معدل التضخم. ان السيولة دي لما تنزل السوق تعمل طلب زيادة في مقابل عرض قليل، فالأسعار تزداد ونخش في نفس الدائرة. في نفس الدائرة دي 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 تتخوفي. لكن كمواطن هيحصل على الفلوس 3 شهور مقدمين، طبعا يعني لو عنده اي هيستفيد التزام يعني هيستفيد في الوقت الحالي. طيب خلينا نروح لنقطه برضو ناكدها، لان حضرتك قلت ان اللي مفروض يحصل في الاجتماع بتاع 3 يوليو ان هم يرفعوا 1%. طيب ده اللي مفروض، لكن توقعاتك ايه؟ لا مش المفروض، ما هو المفروض ده انا توقع. هم بيبقى عندهم انت المفروض توقع ده تمام. توقع لان هم طبعا اجتماع السياسه النقديه بيبقى عندهم طبعا الداتا كلها، وبيبقى في كلهم مجتمعين من رئيس البنك المركزي واعضاء مجلس الاداره واعضاء مجلس السياسه النقديه، بيبقى عندهم كامل الداتا. انا طبعا ده توقع بناء على تحليل الارقام معدل التضخم وخاصه مع نزول الشهاده، فالاثنين بيوحي ان لازم نرفع الفايده عشان نقدر نسيطر على التضخم، ويا رب نقدر نسيطر عليه يا رب ان شاء الله. طيب لو قلت لك بشكل كده اخير رساله، انا مش عايز رساله تطمين او رساله تخويف، رساله واقعيه. مواطن مصري قاعد في البيت بيتفرج علينا ويشعر بان في ازمه في الحصيله الدولاريه بتاعتنا، في ممكن يكون قلقان على الاحتياطي بتاع البلد هيحصل فيه ايه. لو قلنا رساله واقعيه عن وضع الاقتصاد وتصورك للمستقبل ايه؟ رساله طمأنه مش مجرد كلام ولا من فراغ. انا عندي طالما عندي معايير، المعيار الاول عندي الناتج المحلي الاجمالي بيزداد، يعني معنى كده ان قطاعات الاقتصاد الصناعه والزراعه وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد كل دول بينتجوا بينزلوا انتاجهم في السوق، ده بيعمل لي معدل نمو. ممكن يكون معدل النمو وفقا للتقديرات اقل من السنوات السابقه، يعني احنا متوقعين ان الحساب الختامي يقفل مثلا على 4 أو 4.1 معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي. ده رقم بالنسبه للمتغيرات الاقتصاديه العالميه، ده رقم كويس جدا. وده بيأكد على فكر الاستدامة في عملية تحقيق النمو الاقتصادي من قبل الحكومة، ان هي برضو عارفة تدير مكونات النمو الاقتصادي. تاني حاجة، ودي اللي بتهم برضو معظم الناس، حتة التزامها بتسديد مستحقاتها الدولية او تعهداتها الدولية، الديون سواء الاقساط او خدمة الدين. على تاريخ اعتقد انه دي من الحاجات الاساسية للدولة المصرية حريصة عليها، يعني ما بتهزرش فيها. ما انا هقول لحضرتك ليه، لان هي مرتبطه باشياء تانية. انا لما اكون دوله ملتزمه بكل مستحقات الدوليه بسددها في مواعيدها، ده بيأثر على التقارير الدوليه اللي بتصدر من صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولي. فبيخلي ثقه المستثمر في الاقتصاد ده ان هو كبير قادر كبير وبينمو، ده مهم، ده امر مهم. مصادر يقدر من خلالها او ايرادات يقدر من خلالها ان هو يسد التزاماته، ده بتعزز من ثقه المستثمر. وده بنشوفه بقى في صافي الاستثمار الاجنبي زي ما قلت لحضرتك ان هو بينمو بالظبط. يعني هنا انت بتكون ثقه على المستوى الدولي، احنا عندنا فالمستثمر شايفك ان انت وقت اطول. بالظبط، لكن المؤشرات الثانيه احنا ماشيين على الطريق الصح. طالما ان معدل النمو بيزداد، التزاماتي الدولاريه تجاه الدول الاخرى او المؤسسات الدوليه بيتم دفعها في مواعيدها، معنى كده ان الاقتصاد ده قوي ومتنوع وقادر ان هو يتعامل مع التغيرات اللي بتحصل. وهي متغيرات كتير. بالظبط كده. طيب الاحتياطي هقول لحضرتك احنا مش هناخده برقم مطلق، يعني مش هنقول الاحتياطي زاد ووصل تقريبا 162 او 162
في اخر اعلان في الدولار. 260 مليون دولار. مليار دولار. لا مش مليار، 260 مليار. اه. احتياطي النقدي. لا انا بتكلم على الديون. اه لا ما بتكلمش على الديون خلاص. احنا الديون الاحتياطي. احنا الديون قلنا ان انت ملتزم والالتزام ده بيعضد الثقه فيك. الاحتياطي النقدي 34.6 مليار دولار. دول اعتقد انه في حرب شرسه عشان تحافظ عليه بالتاكيد وتزوده بالتاكيد. يعني ده دي برضو من اسس ومبادئ، يعني خلال لو حضرتك تابعنا المراحل التطور بتاعه، هو وصل لاقصى حاجه كان 45 مليار دولار بالظبط قبل الازمه بتاعت كورونا تمام. بعد كده التكاليف الخاصه باسعار الطاقه والحبوب دي ادت لاستنزاف الاحتياطي شويه صحيح. وصل ل 32 دولار 32 مليار دولار. وابتدت الدوله ان هي تزود من مصادرها الدولاريه اللي احنا اتكلمنا عليها عشان توصلوا حاليا ل 34 مليار دولار و6 من عشرة. هو في الوقت الحالي بيزيد زيادات طفيفه، ولكن بيزيد. الحفاظ على ان هو يزيد ده في حد ذاته انجاز يحسب للدوله المصريه. صحيح. دكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه، بشكر حضرتك. يعني احنا قلنا لازم تكون ناكد ما قلته قبل كده، واتمنى ان ما تطرحه من اراء ان شاء الله يكون تحت عين صانع القرار، لانه مصر تقريبا يعني محتاجه الجميع، يعني محتاجه طبعا. افكار الجميع واراء الجميع في حوار وعمل الجميع مفتوحه كل صحيح. مواطن يدلي بدلو. صحيح. اشكرك دكتور مصطفى ابو زيد، وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم. نلتقي غدا ان شاء الله، وتصبحون على وطن.